ربما لا يخفى عليك اسم أمازون، الشركة التي يتجاوز رأس مالها التريليون دولار. وبالتأكيد سمعت عن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة والرجل الأغلى في العالم هذا اليوم بثروة تصل إلى 150 مليار دولار. يراه الكثيرون كأقبح أشكال الرأسمالية، أما الآخرون فيرونه على أنه رجل ذو رؤية حقق حلمه وكانت الظروف مناسبة له. أنا أراه جزءا من الاثنين. كثر الكلام عن أمازون وأساليب التجارة فيه خلال الفترة الأخيرة، لذلك كان هذا الفيديو قصة نجاح الشركة. أعجبت بفكرته البسيطة التي أراد أن يحققها. بعد أن كان موظفا بسيطا، قرر عام 1994 أنه لا يريد أن يستيقظ يوما وقد بلغ 70 من عمره ليتحسر على أحلام لم يحققها في شبابه، وهو ما يحدث لأغلبنا. لأجل ذلك قرر أن يغامر، وقد نجحت مغامرته ودخل مضمارا لم يكن مألوفا لدى الكثير في ذلك الوقت، الإنترنت. بعد البحث والتحري اكتشف أن حجم الإنترنت كان يتضاعف 23 مرة كل سنة، مما استنتج بأن هناك فرصة كبيرة في بدء التجارة الإلكترونية عبر الويب. بدأ بالعمل على موقع إلكتروني صغير استقر على تسميته أمازون، ومن مجموع أكثر من 20 فئة استقر على التجارة بالكتب. I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Where did you get an idea for Amazon.com? Well, 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. And I picked books as the first best product to sell online after making a list of like 20 different products that you might be able to sell. And books were great as the first best, because books are incredibly unusual in one respect, and that is that there are more items in the book category than there are items in any other category by far. Music is number two. There are about 200,000 active music CDs at any given time. But in the book space, there are more than 3 million different books worldwide active and in print at any given time across all languages, more than 1.5 million in English alone. And so when you have that many items, you can literally build a store online that couldn't exist any other way. And that's important right now because the web is still an infant technology. ما يميز شراء الكتب عبر الانترنت على خلاف المتاجر الاعتيادية هي السهولة في تصنيف الكتب وفهرسة المراجع وعدم الحاجة إلى الخبراء يقترحون على الزائر شراء هذا الكتاب أو ذاك. لأجل ذلك جعل مقر شركته في سياتل، حيث توجد أكبر مطابع ومتاجر للكتب. وفي عام 1997 دخل إلى بورصة نيويورك في وول ستريت ب$18 للسهم ليكون شركة مساهمة عالمية. لكن لماذا اسم أمازون؟ سبب اختياره لهذا الاسم هو لكي يكون في مقدمة الشركات المسجلة أبجديا، وكذلك للتعبير عن استراتيجية الشركة في التجارة على نطاق واسع، وشبهه بغابات الأمازون الشاسعة. وهذه الفكرة ستكون مهمة لنا لفهم طريقة عمل هذه الشركة. التجارة بالجملة لا يمكن التجديد بشكل كافي على هذه الفكرة الأساسية لبيزوس، فهو ما يميزه عن باقي المنافسين في عدة مجالات والتي لم تتمكن من مواكبة المنافسة مع أمازون. الاستراتيجية الغير مألوفة كانت الخسارة الآن لجني أرباح في المستقبل، حيث التعامل ببضاعة أو خدمات رخيصة تثبت الشركة في السوق، ومن ثم تبدأ بالربح بعد التخلص من الشركات المنافسة والتي لن تتمكن من تحمل الخسارة. التجارة بالجملة معناها شيء واحد وبسيط جدا، تسعيرة أرخص، والشيء الوحيد المؤكد في الطبيعة البشرية هو الولاء للأرخص. طبعا توسع أمازون إلى ما نعرفه اليوم كأكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت، والذي يحتوي تقريبا على كل شيء من الألف إلى الياء، ولأجل ذلك تجد علامة السهم المقوس أسفل لوجو الشركة. ولأجل تحقيق ذلك مارس عدة تجارب نجحت أغلبها في الوصول إلى ذلك المبتغى. خطة بيزوس اشتملت على عدة نقاط خلال عدة مراحل ألخصها كالتالي:
تحمل الخسارة أولاً. من أشهر الاستراتيجيات التي يحاول بيزوس تطبيقها هي كسب ولاء الزبائن. فمنذ البدء في الشركة كان يستنزف الأموال ويتحمل الخسارة لحد عام 2001 عندما تم تسجيل أول ربح. ويجاد له أسلوبه في إقناع المساهمين على ضرورة تحمل الخسارة لجني أرباح مضاعفة في المستقبل. 4 سنوات بلا أرباح من الصعب الحفاظ على المساهمين في الشركة، وهو ما يميز بيزوس عن غيره من أرباب العمل، وهو أسلوب الإقناع. وعندما قدم خدمة أمازون برايم والتي تشتمل اشتراكا سنويا قدره $80 يدفعها الزبون لكي تصل إليه بضاعته التي اشتراها خلال مدة لا تتجاوز اليومين، هذه الخدمة سجلت في بداية خسارة للشركة تقدر بـ1 مليار دولار، لكنها كانت عاملا مهما في مضاعفة عدد مستخدمي خدمات أمازون. وعن طريق كسب عدد مستخدمين أكثر، استطاع أمازون من دراسة توجه السوق والتنبؤ بالأسعار والبضائع. وهنا تجدر الإشارة إلى قضية الاشتراكات السنوية والتي أصبحت الموضة السائدة لدى الشركات الكبيرة. تستطيع الاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لتصل إلى درجة أنك تتجاوز كمية المال الذي أنفقته. وفي الوهلة الأولى قد يبدو الأمر أنه من غير صالح الشركة، لكن لو تمكنت من تصور كمية المقبلين على هذه الخدمة ستجد ملايين الدولارات التي تتدفق إلى الخزينة. وما تستفاد منه الشركة هي ليس كل من دفع المال سيستفاد كمية الخصوى من الخدمة، بل الكثيرون يدفعون من أجل خدمات بسيطة، وهنا مصدر الدخل الحقيقي للاشتراك. أمازون برايم وبعد أن بدأ بخسائر للشركة تحول إلى مصدر هائل للأرباح لاحقا بسبب توسع القاعدة الجماهيرية أكثر وأكثر. المرحلة الثانية وبعد كسب قاعدة جماهيرية، كما قلت، هي توسع أمازون ليصبح منصة. فلم يعد يقتصر الموقع على بيع بضاعته الخاصة، بل فتح المجال لأطراف ثالثة لعرض منتجاتها عبر أمازون. حاليا هناك أكثر من 100,000 بائع مستقل يحاول أن يتاجر عبر هذا الموقع. حتى وإن لم ترغب في عرض منتجك على موقع أمازون، فإنك ستجده هناك لوجود وسطاء ومكاتب توزيع يحاولون الترويج للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين. المرحلة الثالثة، توسع التجارة والتخلص من المنافسة. ما الذي لا يفعله أمازون اليوم؟ فهو موقع ومنصة للتسوق، وله شبكة نقل سريعة خاصة، ويوفر الخدمات الترفيهية كالأفلام والمسلسلات، ويصنع الأجهزة الإلكترونية، وهو الناشر الأول للكتب، وعنده سلسلة متاجر خضروات، وله مجال واسع في الموضة وتصميم الأزياء، وفي الأخير خدمة سحابية. التوسع الذي في أمازون لم يتمكن أحد من القيام به من قبل، والذي يتضمن مجال التجارة والتبادلات مع الشخص الاعتيادي ليصل إلى درجة الاعتماد شبه الكامل على أمازون في تقرير ما يشتري وما يأكل وما يرتدي. ولأجل ذلك هناك طرق تمكن فيها أمازون التوسع، من ضمنها التخلص من المنافسين، وتشمل شراء الشركة المنافسة، وإذا رفضت الشراء فيقوم أمازون بعرض خدمات منافسة وبأسعار أقل بحيث لا تستطيع الشركة مجاراتها. وحينها أمامها اختياران، إما أن تشهر إفلاسها أو أن ترضخ لأمازون وترتبط معها. منصة من نوع خاص، في عام 2007 أصدر أمازون جهازه اللوحي الخاص كيندل. سعر الجهاز هو $90، وكان الجهاز يباع وما يزال يباع بخسارة. الهدف من ذلك هو كسب زبائن لشراء الكتب الإلكترونية. نموذج التجارة في هذا المضمار هو أن الكتب الإلكترونية لا تكلف أمازون شيئا، وتباع بمعدل أسعار تتراوح بين $1 إلى $50. ولو اعتبرنا أن معدل شراء الكتب للقراء قد يتجاوز 15 كتابا، فستتيقن بأن الأرباح ستأتي في وقت لاحق وليس ببعيد. الخدمة السحابية، لأجل أن تتمكن من التجارة عبر الإنترنت فإنك بحاجة إلى موقع إلكتروني، ولن تجد مقدمة خدمات أكبر وأرخص من أمازون، فهو اليوم يمثل 38% من حجم الخدمات السحابية الإجمالية، ويقدم لك سنة مجانية فقط من أجل كسبك كعميل. وبذلك يستطيع أمازون دراسة الإحداثيات الواردة من المواقع التي يضيفها لفهم مجريات السوق والمال، وبالتالي التحكم في الأسعار حسب الحاجة. بمعنى مبسط، أمازون يقوم بتقديم خدمات إنترنت لمنافسيه ويتجسس عليهم ويسبقهم في المحصلة. ولك الرأي الآن عزيز المشاهد، ماذا ترى من تجارة أمازون؟ هل هي نزيهة أم لا؟